قدمت مجموعة العمران بالرباط نظامها للقرب لفائدة مغاربة العالم، وهو معرض العمران إكسبو 2019، بهدف الاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج. وتدشن المجموعة من خلال هذا المعرض مرحلة جديدة في سياستها الرامية إلى الانفتاح والقرب من زبنائها حول العالم والمستثمرين في آن واحد. التوجهات الملكية السامية تتكلم على الأهمية ديال هذه الجالية، الحكومة كذلك، وحنا داخل المجموعة تدخل في يعني المحاور الرئيسية ديالنا، وعندنا يعني واحد السياسة عامة باش نتقربوا يعني كمؤسسة ديال الدولة لهاد المغاربة القاطنين في الخارج. وفي هذا الإطار تتنظم المجموعة هاد المعرض الدولي اللي سميتو العمران إكسبو المغاربة العالم، واللي غنمشيو يعني في المناطق اللي كاين فيها التواجد يعني الكبير ديال المواطنين ديالنا عبر العالم. لونسمون اوفيسيال ان شاء الله دونك سوغا في ابارتير. الانطلاقة الرسمية ستكون في امريكا الشمالية وتحديدا في مونريال بكندا. سننظم هناك محاضرة مهمة مع الوزارة الوصية والسفارة المغربية في مونريال، والهدف هو شرح العروض التي تقدمها العمران لمغاربة العالم، متمثلة في عروض السكن وأيضا عروض الاستثمار بشكل عام. ويشمل معرض العمران المخصص للمواطنين المقيمين بالخارج 4 قارات تمت زيارتها و40 مدينة أجنبية مبرمجة على امتداد أكثر من 50 مرحلة مكنت من استهداف أزيد من 500 ألف مغربي في جميع أنحاء العالم.